استقالة من العمل ولكن بطريقة مختلفة، فقد أحدث شريط فيديو بث على موقع يوتيوب ضجة كبيرة لموظفة تريد أن تترك عملها. الفيديو تضمن رقصة للاستقالة ابتكرتها الفتاة مارينا شيفرين التي كانت تعمل في شركة في تايوان، واستطاع أن يحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن. الطريف في الموضوع أن الشركة ردت على هذا الفيديو بشريط راقص آخر أعلنت فيه أنها تبحث عن موظف جديد.